فبالفعل من ناحية القمل فهو يعني مع الدخول المدرسي هذا يعني كيكون جد منتشر عند الأطفال، و يعني كيشكل واحد المشكل الأساسي بالنسبة للطفل، لأنه قد يوقعوا تعفنات ميكروبية بحكم هذيك الحكام ديال فروة الرأس، وكيوقعوا جروح وكيتعفن هذوك الجروح وكيوقعوا تعفنات داخلية اللي كتكون مهمة. ثانيا أنه كتأثر على الصحة ديال الطفل، لأنه ما كيبقاش مركز، لأنه بالليل ما كيقدش ينعس يعني بطريقة مزيانة. إذن فكاين طرق ديال العلاج ديال القمل اللي هي كتكون ناجعة عند بعد استشارة ديال الطبيب، وكتكون أدوية اللي هي فعالة مع بالفعل نصائح اللي كتكون وقائية ضد هذا القمل هذه. شنو هما الوسائل الوقائية؟ فهي أولا قطع الأظافر، النظافة ديال الأيدي اللي كتكون مستمرة، وكذلك أيضا تحسيس بالنسبة للأطر التربوية أنه تعرف بأنه القمل راه كاين، ونحاولوا هذاك الطفل يعني نحاولوا نعزلوه واحد المدة ما بين ما يعني يتعالج وثاني يرجع للقسم باش يكمل الدراسة ديالو. بعض الناس مع الأسف كتلتجأ لبعض المواد التقليدية المضادة لهذا القمل، ولكن هذه المواد التقليدية ما بينها غسول، ما بينها فازلين يعني، وكنشوفوا بزاف تاع المواد فهي غير ناجعة. فكننصحوا هاد الناس هادو يعني انهم يلتجؤوا للطبيب باش يكون فعالية في العلاج وباش نتفوقوا على هذا المشكل هذا.